السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. رمضان آخر يحل على نحو 1,100,000 موظف دون رواتب. رمضان جديد وعشرات الآلاف من الأسر استاءت ظروفهم بسبب توقف مصدر العيش الرئيسي والوحيد في أغلب الأحيان، وجميعهم يعانون من شظف المعيشة ومرارة الاحتياج. وبسبب الانقلاب والحرب نزح مليونان من المواطنين في مناطق مختلفة داخل البلاد، منهم أكثر من 20,000 أسرة لجأوا إلى محافظات إقليم عدن وقريبا من مقر الحكومة. كان الأمل ولا يزال يحدوهم ليكونوا أقرب إلى استلام استحقاقاتهم كالرواتب أو الإغاثة، وبانتظار انفراج يأتي من الحكومة. فثمة من يؤكد تعسفات مسؤول المالية والبنك في عدم تنفيذ توجيهات متكررة لرئيس الحكومة، وآخرون يشتكون غياب العدالة في صرف رواتب النازحين، إذ تم صرف دفعة منها وتأجيل بقية الدفع بحجج ومبررات غير مفهومة، إضافة إلى عدم الانتظام في تلقي المساهمات الإغاثية. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش كيف يستقبل المواطنون رمضانهم الثالث في مناطق النزوح، وما الذي تم أو سيتم اتخاذه لمعالجة أوضاعهم وإنهاء معاناتهم. في الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن الصحفي والناشط الحقوقي محمد العزيزي، وسيكون معنا أيضا الأستاذ رافع الشبوطي وهو محامي وناشط حقوقي، وأيضا من الحديدة الأستاذ عبدو علي خيشن. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقه مع الاستاذ محمد العزيزي من عدن. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي بشير ولكل مشاهدين قناه بلقيس الفضائيه. مرحبا بك، رمضان كريم عليك وعلى كل اليمنيين والمشاهدين الكرام. في البدايه استاذ محمد، لو طلعتنا، ما هي المده التي يعني لا زلتم بدون رواتب ولم تصرف رواتبكم، وايضا ظروفكم التي تعيشونها كنازحين في المناطق المحررة؟ يا أخي، بالنسبة لقضية الرواتب الموظفين النازحين ومناقشتها تحت في إطار السياق العام لقضية مليون ونيف من موظفي الدولة التي انقطعت رواتبهم منذ سيطرة قوات الميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية على البلد منذ شهر سبتمبر من عام 2016، وموظفي الجمهورية اليمنية يعانون شظف العيش بانقطاع رواتبهم. بالنسبة للموظفين النازحين من مناطق من المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المحافظات التي تم تحريرها وهي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، لا زال بعضهم حتى اليوم لم يستلم أي مخصص مالي في هذا الجانب، وبعضهم الذي يعني منذ عام اجتهد ونزل يعامل فرديا أو جماعيا ضمن مؤسسات الحكومة المتواجدة في العاصمة المؤقتة عدن. فتم يعني استلام ما يقارب مرتبات 8 شهور حتى الآن، ولا زال بعضهم يبحث عن دوره باستلام راتبه، لكن هناك كثير من العراقيل والوعود من قبل مسؤولي وزارة المالية. نعم، في العاصمة المؤقتة عدن. نعم، أين تكمن المشكلة أستاذ محمد؟ هل في القائمين في المالية أم في توجيهات الحكومة؟ أين هو الخلل؟ لماذا لا تصرف رواتبكم رغم التوجيهات المتكررة من الحكومة الشرعية باستلام الرواتب بالنسبة لكم؟ في هذا الجانب يجب التأكيد على أن هناك توجيهات رئاسية لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور حفظه الله، ودولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في هذا الجانب، وهي توجيهات صريحة بصرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية. لكن للأسف الشديد هناك غياب
هنا غياب للهيكلة الإدارية للمؤسسات الحكومية وبالذات وزارة المالية. فللأسف الشديد حتى اليوم وبعد سنتين من تحرير العاصمة الاقتصادية العاصمة المؤقتة عدن، لا زالت وزارة المالية تسير بمجموعة من الأفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. أنا هنا أتساءل، أنا صحفي وناشط، حتى اليوم لا أعرف أين واسم وزير المالية وما يتم التعامل في هذه الوزارة سوى في مع مجموعة من الأشخاص، الأخ النائب الدكتور منصور البطاني نائب وزير المالية ومجموعة من الموظفين لا ندري ما صفتهم الوظيفية داخل غرفتين من غرف مبنى كبار مبنى الضرائب كبار الموظف يعني المهتمين بالضرائب. للأسف الشديد هناك غياب لإعادة يعني هيكلات وتنظيم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة المالية. هناك كثير من المعاناة واجهها الموظف النازح في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات، وهنا يجب أن نشير بالذكر أنه لا يتم استقبال ملفات الموظفين النازحين إلا في العاصمة المؤقتة عدن، بينما هناك موظفين نازحين أيضا من المحافظات القريبة من المحافظات المحررة، يعني مكاتب المالية ومكاتب الخدمة المدنية لا 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 لم تفتح أبوابها لاستقبال هؤلاء النازحين في تلك المحافظات الأخرى. للأسف الشديد يعني الجانب الحكومي وبالذات ما يتعلق بوزارة المالية هناك تقصير كبير وشديد في نيل الموظف لحقوقه. نعم، الرواتب التي تم استلامها في الفترة الماضية، يعني هل تكرر الأوامر؟ يعني كل شهر يعني يطالبوكم بأوامر جديدة، يحاولون اختراق الأعذار بعرقلة استلامكم للرواتب، أم ما الذي يجري؟ يعني لماذا كل شهر تبحثون عن توجيهات ومعاملة أخرى، رغم أن العملية لماذا لا تمر بسلاسة يعني مثل بقية الموظفين في عدن والمحافظات المحررة؟ أخي العزيز، يعني في العام 2017 منذ عام من اليوم نزل كثير من الموظفين، وهنا يجب أن أنا قبل أن نتطرق إلى هذه المعاناة يجب أن 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 نصنف الموظفين النازحين إلى المحافظة إلى العاصمة المؤقتة عدن. الموظفين النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن هم عبارة يا أما عن موظفين هاربين من ظلم وجور الميليشيات الحوثية وخارجين من معتقلات أو خائفين من هؤلاء الميليشيات. النوع الثاني أيضا نازحين من مناطق الصراع والاشتباكات مع هذه الميليشيات ونزحوا إلى محافظة عدن، والنوع الثالث أيضا نزحوا من شدة الجوع والفقر الذي يعانوها من المحافظات ونزلوا يبحثون عن رواتبهم من الحكومة الشرعية. هنا يعني يجب أن نناقش القضية في إطار الصياغ العام. أعتقد أنه الراتب هو يعني حق كفله الدستور والقانون وكفلته المواثيق المحلية والإقليمية والدولية، والامتيازات الخاصة به هو جزء لا يتجزأ من هذا الحق، وعلى الحكومة الشرعية أن تفي بوعودها بصرف مرتبات كل موظفي الدولة. للأسف الشديد إخواننا الموظفين في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يعانون الأمرين، يعانون من أو واقعين تحت مطرقة الخوف والسندال الجوع، والله سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم بالخوف. الشرعية هنا والحكومة الشرعية واجب عليها ويحتم عليها الشرع والقانون والدستور ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أن تعمل معالجات للصرف مرتبات كل موظفي الدولة وفق كشوفات العام 2014 قبل أن يتم اللعب بها من قبل الميليشيات. يا أخي العزيز، في العام الماضي تم يعني أنا شخصيا قدمت يعني ملفي للجنة استقبال الموظفين النازحين، وكانت لجنة مكونة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. وهنا يجب أن يعني قبل أن نذكر السلبيات علينا أن أيضا أن نشيد بالإيجابيات. أنا هنا أرفع القبعة وأحيي كل موظفين وزارة الخدمة المدنية على تعاونهم وعملهم الإداري المنظم والهيكل الإداري المنظم،
وأخص بالذكر وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ عدنان عبد الجبار ومدير عام مركز المعلومات الأستاذ شكري بن شعيب وطاقمهما الذي يعمل ليل بنهار مع موظفين النازحين وكل موظفين الدولة للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم الوظيفية. يعني المعاملة في الخدمة المدنية لا تتجاوز اليوم أو اليومين. بينما في وزارة المالية يعني تأخذ منك عدة الأيام وعدة شهور حتى تحصل على راتبك. يا أخي قدمنا يعني معاملاتنا قبل يعني قبل 3 شهور واستلمنا رواتبنا بعد 3 شهور من هذه المعاملات. هناك موظفين نازحين لا يعني لا يجدون مأوى ولا يجدون سكن. يعني السكن هنا في العاصمة الاقتصادية عدن في الفنادق مرتفعة جدا. وبالتالي حتى يحصل الموظف على راتبه يصرف أضعاف المضاعفة حتى يحصل على ما يقارب $100 في الشهر الواحد. للأسف الشديد هناك كان يعني تلذذ و امتهان لكرامة الموظفين يعني تريد القول؟ عمل غير إنساني بالتعامل مع موظفين النازحين من قبل المسؤولين في وزارة المالية. نعم. طيب أستاذ محمد ابقى معي ونشرك معنا في الحديث أيضا من عدن الأستاذ الناشط الحقوقي رافع الشبوطي. مرحبا بك أستاذ رافع. مرحبا بك أستاذ بشير. أهلا بك أستاذ رافع. في البداية أنت كيف تقيم تعامل الحكومة الشرعية مع موظفي الدولة؟ يعني هناك ما يقارب 1,100,000 موظف لم يستلموا رواتبهم بصورة منتظمة. هناك أيضا منهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 3 أعوام بلا رواتب رغم أن الحكومة صرحت أكثر من مرة بأنها ستصرف لهم. أيضا معاناة أخرى في المناطق المحررة النازحين نموذج لا تصرف رواتبهم بصورة منتظمة. لماذا كل هذا التعامل من قبل الحكومة الشرعية وما هو التوصيف القانوني لتنصل الحكومة وعدم انتظامها بصرف رواتب الموظفين؟ شكرا لك أخي بشير ونشكر قناة بلقيس على الاستضافة وشهر مبارك رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. أهلا. في الحقيقة المرتب هو حق دستوري أصيل وحق قانون أيضا في قانون الخدمة المدنية. يعتبر المرتب من المزايا الأساسية التي لا يجب المس بها. لكن أنا أؤيد ما قال الأخ الأستاذ محمد أن هنا أن الميليشيات الإنقلابية في من عام 2014 هي التي يعني تجرأت وصادرت حقوق الموظفين في المرتب، ليس فقط المرتب وإنما الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرتب كالمزايا الوظيفية الأخرى. تتحمل هذه الميليشيات المسؤولية الأولى طبعا عن مصادرة مرتبات الموظفين، لكن بعد نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن هنا وقد مر على نقل المركز المالي هذا فترة كبيرة تبقى وصدرت من الحكومة عدة توجيهات بشأن مرتبات الموظفين الحكوميين بشكل عام. وهنا أنا أتساءل أيضا يعني لماذا لا تقوم الحكومة بواجبها في دفع مرتبات جميع الموظفين سواء في المناطق المحررة النازحين إلى المناطق المحررة أو في المناطق غير المحررة وهي تتعذر بأن بعذر يعني شبه منطقي بأنه لا تورد إليهم الإيرادات من المناطق الغير محررة. طبعا هذا لا يعفي الحكومة من أن تقوم بمعالجات ضرورية ومهمة وأن تبحث بجدية هذه المسألة. نعم. بالنسبة للموظفين النازحين في عدن يا أخي الكريم هناك الكثير من المشاكل أيضا يعانون منها هي التأخير في دفع المرتبات. الآن في العاصمة عدن توجد جميع دواوين الوزارات
وتمارس أعمالها جميعها في عدن. نعم. انتقل معظم الموظفين في الدواوين في دواوين وزارة، وهنا أنا أضع دواوين وزارة بين قوسين يا أستاذ. نعم. لأن انتقال الدواوين لعدن ودوامها في عدن يعني أن مفترض الكادر الإداري الذي انتقل إلى عدن يداوم في هذه الوزارات، لكن لا مرتبات ولا استطعنا أن نداوم في دوام الوزارات والمؤسسات العامة. هنا أنا طبعا أنا أحدثك عن جزء من المشكلة. الكثير نعم. من الموظفين النازحين تم التعامل معهم وتم إلحاقهم بالدوامين، وهم الآن يعملوا في الدوام في أنا أقصد أنه في تعامل بمعيارين، يعني نحن لا نعرف على وجه الدقة من هو المسؤول بمعيارين. نعم أستاذ رافع، حتى نكون نعم أستاذ رافع نعم حتى نكون بصورة أوضح، يتعاملون بمعيارين يعني مناطقي، ما هو المعيار الذي يتعاملون فيه؟ أنا لن أقول مناطقي يا أخي، لن أقول مناطقي، لكن ينبغي أن يفسروا هذا الوضع الذي نحن فيه. لا أتحدث عن 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 معيار مناطقي أو كذا، لكن لا أدري ما هو المعيار، قد تكون أيضا معايير حزبية وقد تكون معايير ولاءات وقد تكون إلى آخره. ما علاقة المعايير الحزبية والولاءات أستاذ رافع؟ ما علاقة المعايير الحزبية؟ نعم ما علاقة المعايير الحزبية والولاءات في الراتب، وهذا حق مكفول لكل موظف في الدولة، ما علاقته سواء شمال جنوب إصلاح مؤتمر اشتراكي؟ ما علاقتنا بهذا المسميات؟ أنا موظف في الدولة أبحث عن راتبي، يعني ما هي المبررات التي تتلقونها منهم في وزارة المالية أو الذين يقومون بعرقلة صرف رواتبكم؟ في الحقيقة يعني المبررات تسقط يا أستاذ إذا كان مجموعة من النازحين تم صرف مرتباتهم وتم منحهم الاستيعاب وهم الآن يزاولون أعمالهم سواء في دواوين الوزارات والدواوين المؤسسات العامة أو في غيره في عدن، تسقط كل المبررات، وأيضا تكون المبررات هذه التي تطرح مع أيا كانت مخالفة لأحكام القانون ولأحكام الدستور، لأنه لا يجوز منح موظف مزاولة عمله طالما وأن الوزارة هذه موجودة والتي يعمل فيها والمصلحة التي يعمل فيها موجودة وقائمة وفاتح أبوابها وهي تسير من قبل مسؤولين محسوبين على الشرعية وكذا. هذا فيه خلل كبير، وفيه مسؤولية نعم على يعني تأثير على 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 الشرعية التي نحن نتمنى لها أن تكون أن رأيناها تدعم سفينة اليمنيين جميعا. نعم. طيب أستاذ رافع اسمح لي أعود للأستاذ محمد العزيزي عبر الأقمار الصناعية من عدن. أستاذ محمد، يعني هل هذه المشكلة التي يعاني منها الموظفين النازحين فقط في عدن وإقليم عدن أم هي متكررة مثلا على سبيل المثال في مأرب، في حضرموت، في أماكن أخرى أصبحت محررة؟ هل هم بنفس المعاناة التي تعانوها أنتم؟ يا أخي العزيز، بالنسبة للمعاناة التي واجهها الموظفين النازحين، أعتقد أنه المعاناة يعني هناك موظفين نازحين في محافظة تعز وموظفين نازحين في محافظة حضرموت وأبين وشبوة وكل ومأرب، وضعهم ليس يعني أفضل حالا من وضع الموظفين النازحين في محافظة عدن. لا توجد هناك مكاتب في هذه المحافظات لاستقبال الموظفين النازحين، لا يوجد استقبال يعني الموظفين النازحين إلا في العاصمة المؤقتة عدن فقط لا غير. هناك موظفين نازحين في محافظة تعز لا يستطيعون الحصول على رواتبهم كون إن الجهات المختصة لم تفتح مكاتب هناك لاستقبال الموظفين النازحين، أو في محافظة حضرموت أو أبين أو شبوة أو غيرها. كل الموظفين النازحين من المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات المحتلة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية يتوجهون إلى عدن ويلاقون الكثير من المشقات سواء في السفر أو في السكن. فعلى سبيل المثال الميليشيات نقاط الميليشيات المنتشرة في هذه المحافظات التي يسيطرون عليها يقومون بتفتيش
أجهزة الهواتف واللابتوبات والكشف عن الهويات البطاقات الشخصية، ويسألون هؤلاء الموظفين إلى أين هم ذاهبون، وبعضهم تم اعتقالهم وأسرهم لدى هذه الميليشيات. كذلك خلونا نكون أيضا منصفين، هناك النقاط الأمنية الممتدة في المحافظات المحررة وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية تقوم بتعسفات وانتهاكات ضد هؤلاء المواطنين اليمنيين الهاربين من المحافظات المحتلة إلى المحافظات المحررة. وأنا هنا أناشد نائب وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية والجهات والمسؤولين الأمنيين أن يوجهوا هذه النقاط الأمنية بعدم إيذاء المواطنين اليمنيين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين من الدخول إلى المحافظات للهروب من هذه الميليشيات. للأسف الشديد هناك يعني معاناة يلاقيها أبناء المحافظات المحتلة الهاربين من جور الميليشيات في هذه النقاط الأمنية التابعة لأجهزة سواء كانت أمنية رسمية أو أجهزة أمنية أخرى لا ندري من تتبع بالضبط، لكن الأخوة المسؤولين الأمنيين والحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي يعلمون جيدا من تتبع هذه القوات أو النقاط الأمنية في المنتشرة في هذه طيب المحافظات. هذه هي معاناة هناك تضاف كثير من المعاناة محمد، هي معاناة فعلا تضاف إلى المعاناة التي تتجرعنا من عدم تسلمكم الرواتب. إذا 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 وقفنا نعم أيضا أستاذ محمد، نعم دعني أكمل، نعم أكمل طيب دعني أكمل، هناك يعني معاناة، هذه معاناة في السفر، نعم هناك معاناة في السفر، لكن هناك معاملة أيضا معاناة في التعامل في المعاملات. هناك صعوبة في الإجراءات يعني تقديم ملفات الموظفين النازحين للجان استقبال النازحين في وزارة المالية. هناك أيضا تأخير في عملية صرف المرتب لفترات قد تتجاوز الشهور. هناك أيضا ضياع بعض الملفات المقدمة من الموظفين النازحين الذين وصلوا إلى المعاصمة المؤقتة من قبل اللجان المعنية في وزارة المالية. هناك أيضا مزاجية في عمليات الاستقبال. نحن نطالب الآن هناك كثير من المطالب، وفي مقدمة هذه المطالب أن تكون هناك لجان استقبال الموظفين النازحين من كل المحافظات، في كل المحافظات المحررة من للموظفين النازحين من المحافظات المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية. ونطالب أيضا أن تكون هذه اللجان دائمة ومستمرة لاستقبال والبت بملفاتهم وطلباتهم أولا بأول. دعني أخي العزيز نقدم شكوى مباشرة على الهواء للأخر رئيس الحكومة ووزير المالية إن هناك تلاعب كبير في لجان سواء لجان الاستقبال أو لجان الصرف في وزارة المالية بملفات الموظفين. آخرها هناك العديد من الموظفين يتجاوز 3500 موظف قدموا ملفاتهم وهي مكتملة منذ 3 أشهر، يعني من 15 أكتوبر من العام الماضي حتى اليوم لا زالت ملفاتهم لن تجد الطريق إلى الحل. وهناك ملفات أيضا من بداية العام 2018 حتى اليوم لم تصرف لهم ريالا واحدا حتى اليوم. وهناك أيضا بالأمس المسؤولين في هذه اللجان قاموا بتوزيع إعلان في جدران وزارة المالية مقر عملهم يقول بالنص إنه اتخذوا قرار بعدم صرف أو البت في الملفات المقدمة منذ من تاريخ 1 مارس حتى الآن. وبالرغم إنه هؤلاء الموظفين عانوا كثيرا حتى وصلوا إلى هذه اللجنة وتقديم ملفاتهم، إحنا هنا نطالب إنه صرف مرتبات كل موظفين الدولة، وإن على الحكومة ممثلة برئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن 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 دغر أن 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 والوزراء المسؤولين أن يقوموا بواجباتهم الإنسانية والشرعية والدستورية بصرف رواتب موظفين كل موظفين الدولة. فأنا شخصيا لو إن زعيم المتمردين الحوثيين قدم ملفه وهو واحد من موظفين الدولة قدم ملفه إلى هذه اللجان، فمن حقه أن يستلم راتبه كونه اعترف بشرعية الحكومة الشرعية بمجرد أنه قدم ملفه، فمن بالك بالموظف والمواطن الذي يؤيد الشرعية ويؤيد إجراءات الحكومة الشرعية
وهاربا من غور وظلم الميليشيات الحوثية، قدم ملفه ونزل وعانى وسافر وهاجر لكي يحصل على حقوقه، ولم يحصل على حقوقه. نعم. هنا يعني انه نحن نطرح انه يعني نقول الكلام بشفافية وبكل مصداقية، ويعني نتحمل مسؤوليتنا الإخلاقية والوطنية تجاه كل موظفين الدولة وتجاه كل المواطنين اليمنيين. الموظف اليمني لا يحتاج إلى سلال غذائية من 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 المنظمات والجمعيات الخيرية. الموظف اليمني يحتاج إلى راتبه ليعول أسرته. المرتب يا عزيزي هو حياة لكثير من الأسر، هو حياة للأطفال، هو حياة للأمراض، هو حياة لكل فرد من أفراد المجتمع. نعم. يا أخي يعني الظلم لا يرضى الله به، وعلى الحكومة الشرعية أن تراجع تصرفاتها تجاه مواطنيها. وهنا نحمل يعني بكافة المسؤولية الحكومة الشرعية، أما فاقد الشيء لا يعطي، والميليشيات الانقلابية لا يعني لا نعترف بها بالتأكيد. وليس لها شرعية بالتأكيد. حتى فعلا نطالب فعلا الواجب تحت سيطرتها أو غيره. نعم فعلا أستاذ محمد، الواجب والحق هو على الحكومة الشرعية، وهي صرحت أكثر من مرة للأسف الشديد، يعني ربما مر على رمضان السابق وهذا رمضان اللاحق، وهم يوعدون الناس بأنهم سيصرفون الرواتب حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ولم تجد لهذه الأوامر النور، ولم يصل لهؤلاء الناس يعني أي راتب خلال سنتين ودخلنا بالعام الثالث. اسمح لي أن أعود للأستاذ رافع الشبوطي. أستاذ رافع، أيضا أنت حدثنا عن وضع الناس الآن بدون رواتب، كيف يتدبرون أحوالهم وكيف سيستقبلون رمضان في ظل عدم وجود الرواتب وعدم وجود الأعمال وأيضا الغلاء الكبير الذي يعاني منها اليمنيون بسبب الأزمة والحرب؟ في الحقيقة هي معاناة كبيرة. يعني أنا كنت قد كتبت منشور بصفحتي بالفيسبوك كالمستجير من الرمضاء بالناري. نعم. طبعا وضع الناس هنا في عدن كويس، لكن وضع النازح مختلف. نحن نقول ما نشاهده. نعم. الموظف الذي في عدن يعيش وضع طبيعي، الحياة في عدن. نتكلم عن الموظفين بشكل عام أستاذ رافع. أي. على الموظفين بشكل عام في حتى في المحافظات. نعم. التي تخضع لسيطرة الميليشيا. نعم. الانقلابية. نعم. هناك من المعلمين. نعم. من لا زالوا يعلمون الطلاب وهم عامان بدون رواتب بدون أعمال. نعم. يعني نعم. الجميع يتساءل. نعم. إلى متى سيظل هذا الحال؟ هي معاناة النازحين. نعم أنا عارف هي معاناة النازحين هنا معاناة مضاعفة ومعاناة شديدة. أنا محامي وأنا أحد النازحين لم أمكن من عملي، وكثير من النازحين غيري يعانون عناء شديد يا أستاذ. إذا كان نفقات الحياة هنا مرتفعة وأنت انتقلت من منطقة يعني صدرت فيها كل حقوقك المالية الوظيفية وأكثر من هذا، فتخيل كيف سيكون وضعك. يعني يفترض أن تكون أن تراعي الحكومة وأن تنظر لهذا الموضوع بكثير من الأهمية وأن توليه بكثير من الاهتمام، لأن هذا يؤثر على الحياة المعيشية للأسر. تعرف تكاليف الحياة كبيرة، ظروف المعيشة أيضا، ظروف السكن، ظروف الإنفاق على الأسر، كل هذا يعني يجعل من معاناة النازحة شديدة جدا. وبالتالي يفترض أن يكون هناك حل عاجل. أنا في الحقيقة يعني نشكر رئاسة الجمهورية ونشكر حكومة الدكتور بندر، أصدرت توجيهات متكررة في هذا الجانب، لكن ما الذي يعرقل نفاذ هذه التوجيهات؟ هي أصدرت توجيهات يا سيدي، توجيهات كريمة مش فقط بصرف المرتبات من 2016 حتى اليوم لجميع الموظفين النازحين، واستقبال ملفاتهم والتعامل معهم باهتمام وإلحاقهم بوظائفهم بالنسبة للدواوين والوزارات، استيعابهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية أيضا لا ننسى، لأنه في صنعاء يا سيدي حصل تجريف للوظيفة العامة. ما يحصل هو تجريف للوظيفة العامة بالتأكيد. السلطات الحوثيين
قامت بتجيل الوظيفه العامه لمصلحه مناخريها فقط يا سيدي. نعم. وتحدثت تسويات كبيره لاصحابها ومن لم يكن معهم طبعا هو يصنف ضدهم، وبالتالي حقوق الوظيفيه لا يعني مهضومه، لا يمنح تسويات، لا يمنح اي مزايا ماليه، لا يمنح يعني حتى الراتب يعني. نعم نعم استاذ رافع. نعم شكرا لك استاذ رافع على مشاركتك معنا، المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ رافع الشبوطي، كنت معنا من عدن. ومشاهدينا الكرام، قبل العوده الى ضيوفي الكرام، نذهب الان لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه عدها الزميل وديع عطا عن الظروف الانسانيه للنازحين والموظفين في الدوله الذين مر عامان وهم بلا رواتب. نتابع هذه الماده ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وعودة للأستاذ محمد العزيزي. أستاذ محمد، وضع الآن الناس بصورة خاصة حول رمضان واستقبال رمضان بلا رواتب، كيف سيتدبر الناس أحوالهم سواء الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، سواء في المناطق المحررة مثل تعز التي لم تنتظم رواتبها، وأيضا الحالة الأسوأ للنازحين الذين باتوا بلا منازلهم، بلا أماكنهم، بلا مأوى، بلا شيء. للعام الثاني على التوالي يستقبل المواطنون اليمنيون سواء كانوا في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أو في المحافظات المحررة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، في يعني يستقبلون رمضان للعام الثاني على التوالي وهم في حالة بؤس ويأس من 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 صدف العيش، بالإضافة إلى معاناة أخرى هي معاناة مناخية من من يعني من ارتفاع شدة الحرارة وارتفاع أيضا شدة يعني ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الصرف للدولار وغيره من العملات الأجنبية التي أيضا انعكست بشكل أو بآخر على المواطن اليمني بشكل عام والموظف بشكل خاص. يعني المعاناة الإخوة الموظفين كما أسلفنا سابقا في المحافظة اللي تحت سيطرة الحوثيين فهم يعانون الأمرين، يعني الخوف من الميليشيات والجوع من انقطاع الراتب، والمعاناة التي يعانونها الإخوة الموظفين النازحين في بالذات في إقليم عدن وبعض المحافظات الأخرى المحررة، يعانون أيضا من عدم انتظام صرف رواتبهم ومن غلاء السكن والمعيشة في هذه في هذا الإقليم أو في هذه المحافظة الجميلة. للأسف الشديد أيضا هناك كثير من المعاناة للإخوة الموظفين النازحين تضاف إلى معاناتهم اليومية والصحية المتمثلة في حرارة الجو واحتياجهم إلى السكن ملائم وأيضا وسائل تبريد ملائمة، وهم لا يستطيعون أن توفير هذه الأشياء للحياة الآدمية. نحن الآن نطالب ونؤكد على حق كل مواطن يمني في الحصول على راتبه بشكل عام والموظف النازح بشكل عام، وعلى الحكومة أن تستوعب كل موظفين النازحين بمؤسسات الدولة المختلفة كلهم. نعم. في مجال عملي، والعمل على تسوية وضعهم الوظيفي والإداري والمالي،
وصرف رواتبهم وجدولت رواتبهم المتأخرة منذ عام 2016 حتى اليوم، والانتظام بصرف رواتبهم من هذا الشهر إن شاء الله. أنه هذه يعني أمنا أن تستجيب الحكومة والمعنيين بوزارة المالية والمؤسسات المعنية بهذا الجانب. كما أنه هنا يعني هناك قضية حملني بعض الزملاء وهم الموظفين الذين هم تحت التوزيع، الموظفين 25% موظفين 2011 تحت التوزيع، هؤلاء أيضا يعانون الأمرون. هؤلاء الموظفين لا زالوا تحت التوزيع حتى يوم الانقلاب الميليشيات الحوثية، لكن الأخوة الذي القائمين على المكاتب الخدمة المدنية قاموا في هذه المحافظة في 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 الأمانة العاصمة قاموا بتوزيعهم توزيع يعني إجباري على مكاتب التربية، مكاتب ومدارس التربية والتعليم في أمانة العاصمة، وهم لا يحملون تخصص التربية ولا التعليم ولكن هم يحملون مخصصات أخرى، وقد ذهبوا إلى المحكمة وحصلوا على كثير من الأحكام لكنها لا تنفذ في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية، وهم أيضا يعانون بانقطاع رواتبهم سواء من هذه الميليشيات التي منعت عليهم صرف حتى نصف الراتب الذي يقومون بصرفه لموظفين الدولة، ما عدا هؤلاء الناس الذين رفضوا التوزيع ولجأوا إلى المحكمة، وهم الآن لا يستلمون الرواتب لا من الحكومة الشرعية ولا من الميليشيات النصف الراتب التي يصرف من الميليشيات. كما إن هناك تهديد بفصلهم من العمل الوظيفي لأنهم لم يستجيبوا لقرار هذه الميليشيات. هناك نقطة أيضا، هناك تغيير ديموغرافي لوظيفة الدولة في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، بينما هناك يعني عدم مبالاة من الحكومة الشرعية باستيعاب هؤلاء الموظفين النازحين في وتسوية أوضاعهم في المحافظات التي تحت سيطرتها. كما إن الدواوين الوزارات العامة في العاصمة المؤقتة عدن لا تقوم بمهمتها وواجباتها تجاه هؤلاء الموظفين، وكان يفترض عليها أن تستقبل هؤلاء الموظفين كلهم في مكان عمله وتقوم بتسوية وضعه الوظيفي. نعم. وتقوم بتأمين بدل الانتقال وبدل السكن لا للموظف وأسرته، هذا ما يفترض من عمله، هذا ما يفترض في وزارته ومجال عمله. نعم هذا ما يفترض، لكن للأسف الشديد بحت أصوات الناس وهي تنادي، تطالب بالرواتب، تنادي ب يعني استقبالهم أو يعني تأمين أماكن نزوحهم، لكن للأسف كلها تبوء بالفشل. اسمح لي أن أشرك معنا أحد النازحين، الأستاذ عبدو علي خيشن، وهو من أبناء محافظة الحديدة نازح في عدن. مرحبا بك أستاذ عبدو. حياك الله. الله يحييك. أهلا بك. ما هو وضعكم أنتم كنازحين من محافظة الحديدة إلى عدن؟ الوضع هنا بصراحة يعني متردي جدا، يعني الوزارة عندما تذهب إلى الوزارة علشان تعامل أو تطالب بالراتب في نفس الوقت تجد على انه في ايادي خفيه تعمل على عرقله هذه الامور. نعم. طيب احنا نازحين من منطقه منكوبه او منطقه حرب، يعني اجينا الى عدن ك يعني نازحين غصبا عننا، يقول لك الوزير او الوزاره ضروري تذهبوا الى المدارس من اجل تدرسوا يعني. فطيب علي أساس نذهب إلى المدارس ندرس؟ طيب أنت عندك عيلة، عندك تروح إلى المدرسة أو إلى ذا بدون راتب، يعني كلام غير منطقي خالص يعني، ومش يعني ولا يدخل العقل. فكيف تذهب وتسيب أطفالك وأسرتك يعني بدون مصاريف؟ وده أتكلمنا إحنا والنقطة دي عرضناها على مدير مكتب المحافظة، كان لما ما ليش دخل يعني، قال أنا أجيو عندي ضرورة أوزع مدارس يداوم. فإحنا بالنسبة لمدراء المدارس نوعا ما كانوا متفهمين إلى حد كبير، فأعطوه مباشرة ودوه إلى مكتب الوزارة من أجل أن تستكمل المعاملة، ويعني سووا جداول خفيفة يعني بالنسبة للموظفين، جدول يعني حصة أو حصتين، أحيانا الناس يوم أو يومين يدرس وبقية الأيام يعني يذهب يعني يبحث عن عمل من أجل أطفاله. نعم. الوضع الإغاثي، هل يتم يعني وصول معونات إغاثية لكم كنازحين في عدن؟ يعني صدق أنه آخر
يعني المساعده استلموها النازحين قبل شهرين، قبل شهرين يعني، ولحد الان ما فيش اي مساعده. قبل شهرين كانت المساعده ما فيش يعني قليله جدا يعني ما تكفيش بالغرض. وعندما نذهب الى بعض المنظمات يعني المتواجده في عدن، كل منظمه تطلب منك بيانات، تسويد البيانات والاسم والى اخره من البيانات وتمشي ولا يسوي حاجه. فينا بعض المنظمات قدمت يعني خلال الخمسة شهور دي المتواجدين بنا سله واحده. نعم كان امس هناك نعم استاذ عبدو، كان هناك امس تصريح لمحافظه الحديده بانه سيتم صرف راتب لجميع موظفي ابناء محافظه الحديده حتى في المناطق الخاضعه لسيطره ميليشيا الحوثي. هل باعتقادك يعني هذه الاوامر ستر النور وفعلا تصرف رواتب ام هي عباره عن تصريحات لوسائل الاعلام فقط؟ يا اخي دي والله يضحك اسمه لما تسمع بالاعلام عن هذه الاشياء رواتب الى اخره، ورحت تستفسر عند بعض المسؤولين زي المحافظ او وكيل المحافظه ويقول لك تمام تشوفها جاهزه واحنا يعني ممكن تصرف يعني خلال يعني تاسكه، لانه في ايادي خفيه تشتغل من الخلف، وانت داري محافظ ولا اسمه مسؤول مش عارف اذا كان يصرفوه او لا، يقول لك الا جاهزه يعني. نعم. ما فيش احنا بالنسبه للنازعين، وانا في بهذه المناسبه اشكر الاستاذ عبد الله الصباطي الذي تفاعل معنا كثير، وبالوقفات الاحتجاجيه سوينا وقفه احتجاجيه في عدن، وكذلك وقفه احتجاجيه في مديريه حيث للمطالبه ب نعم بالرواتب. المحافظ يعني نشكره يعني على مجهوده، يعني حول ب 20,000 الموظفين حيث والقوقعه وصلت يعني وصلت هذا المبلغ، وصل الى الموظفين هذا المبلغ استاذ عبده؟ اليوم تم الصرف في مديريه حيث للمتواجدين داخل المديريه، اما بالنسبه للنازحين مش عارف يعني كيف. اذا خطوه ايجابيه يعني خطوه ايجابيه من المحافظ. نعم خطوه ايجابيه من المحافظ يعني يشكر عليها، ونتمنى ان تصرف رواتب الموظفين ولا يحتاجون الى مكرمه 20,000 ريال. انا اشكرك لانه ضيق الوقت استاذ عبده، شكرا لك الاستاذ عبده علي خيشن وهو احد الموظفين من ابناء الحديده ونازح في عدن. اعود الى عدن عبر الاقمار الاصطناعيه مع الاستاذ محمد العزيزي، وسؤال اخير استاذ محمد، كلمه اخيره بالنسبه لك ولزملائك الموظفين سواء نازحين او حتى الذين هم في مناطقهم او تحت سيطره ميليشيا الحوثي، للحكومه باستعجال وصرف على الاقل راتب لكي يعني يستقبل الناس رمضان ولو براتب واحد منذ عامين. في دقيقه نختم بها منك. نعم اولا انا نوجه رساله للحكومه الشرعيه وقياده التحالف العربي انه الانتصار في المعركه على الميليشيات الاقليميه الحوثيه ليس مقصورا على جبهات الحرب، ولكن ايضا هناك جبهات اخرى مثل الجبهه الاقتصاديه وفي مقدمتها صرف رواتب موظفين الدوله، والجبهه الاعلاميه والجبهه الاجتماعيه. هذه ثلاث جبهات يجب علينا ان، والجبهه الاداريه ايضا يجب ان تقوم الحكومه بهيكله مؤسساتها ودواوين وزاراتها لاستيعاب موظفيها. أما الرسالة التي وجهها للأخوة الموظفين سواء تحت في المحافظات التي تحت الميليشيات الانقلابية أو في المحافظة المحررة، علينا أن نتمسك بقيمنا ومبادئ وأخلاقنا، وأن نكون صفا واحدا للانتصار على 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 الميليشيات الانقلابية أولا، وعلى الفاشلين والفاسدين في حكومة الشرعية ثانيا. وهذا وعد وعهدا نقطعه فيما بيننا، ويدا بيد في الاتجاه لبناء وطننا اليمني الحبيب في يمن اليمن الاتحادي ومشروعه الكبير. نعم أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد العزيزي، كنت معنا من عدن. ويعني لم يبقى في ختام الحلقة إلا أن أستعرض بعض آرائكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك حول موضوع هذه الحلقة وانقطاع رواتب الموظفين مع قدوم شهر رمضان. نقرأ بعض من هذه التعليقات. الأخ أبو لبيب يعلق بالقول: حقيقة وضع النازحين وضع مؤلم ومحزن ويرثى لحالهم، لكن أملنا في الله كبير سبحانه لا ينسى أحد. أبو لبيب عبدو نعمي. تعليق آخر: النجار أبو الكاسر
الله يفرجها وكل واحد يرجع لبلاده. الأخ فواز الهجان يعلق بالقول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا لله إنا إلى الله راغبون. فواز الهجان، رأي أخير. الوضع نفس الوضع، ومن سيء إلى أسوأ، وفي الشهر الكريم في رب كريم. إذا نختم بهذا الرأي من الأخ محمد عبد الله قارة، ونكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين. ختام الحلقة تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم.